ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الممثله الجزائريه بشرى، وهي بالقفطان الجزائري وبتحيي اللباس التقليدي الجزائري، ونال اعجاب ناس كتير جدا جدا بشكل جميل قوي قوي قوي، يعني تعليقات لا حصر لها من الاعجاب الشديد بالقفطان الجزائري على بشرى. بجد اول ما الصوره نزلت على السوشيال ميديا لقيت اعجاب وتفاعل غير عادي وغير مسبوق بسبب بشرى وجمالها في القفطان الجزائري. ربنا يحميها يا رب ان شاء الله، ويحمي حضراتكم جميعا يا رب العالمين، ويوفقنا يا رب دايما للسعاده والرضا. شو حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.